السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكراتش بيت برمجة بتسهل عليا ان انا افهم واتعلم مبادئ البرمجة. طيب اول حاجة هبدأ بيها ان انا هدخل هنا على الايفنت واقول له لما ادوس على الزرار ده، الزرار ده يعتبر ايه؟ جو او البداية. طيب انا عايز ان انا اخلي الشكل ده يتحرك. لو دخلنا على الشكل دوت، تمام، ده هنا القطة دي، ده الممثل الاساسي عندي، تمام. ممكن تعمله ديليت، ممكن تعمله اخفاء، ممكن تتحكم في السايز بتاعه، ممكن تضيف شخصيه جديده، ممكن من عندك من على الكمبيوتر او عنده هو شخصيات موجوده او ان انت ترسمها. طيب انا عايز هنا الشخصيه ديت، ادخل جواها هنا بلاقي ان جواها صورتين، الصوره دي والصوره دي، فانا عايز ان هو يبدل بين الصوره دي والصوره دي، اتنقل للصوره الثانيه، لان ممكن يكون عندي شكل فيه اكتر من شخصيه وعايزه يتغير مع الوقت، تمام. فانا عايز اقول له بعد كده ايه؟ فور ايفر، ان الحاجة دي مش تعمل مرة ومرتين، ده على طول. كده انا دخلته في حاجة اسمها لوب، كل ما يخلص يبدأ من اول جديد. طيب بعد كده انا عايز اقول له من لوكس اللي هو المنظر بقى، عايز اقول له روح للمشهد التاني، فاختار الشكل دوت ان هو يتنقل للشكل التاني. طيب انا عايزه بعد كده يروح بقى من هنا من موشن، هقول له ايه؟ روح مثلا لراندوم بوزيشن، او روح للاكس والواي، ادي له اكس وواي يعني نقطه معينه يروحهم، او هقول له روح للاكس وواي اللي انا هديهم له بالظبط بالشكل دوت. ممكن ادي له مثلا ده هنا النقطه دي الصفر، وهنا بالموجب، وهنا بالموجب، وهنا بالسالب، وهنا بالسالب. يعني هنا يمشي كده يبقى كده بالموجب، يمشي كده يبقى ده بالسالب. فانا ممكن اقول له ايه؟ خلي لي ده ماينس مثلا 8 وده ماينس 4، وخلينا نبدأ كده الحركة، تمام. كل ما يجي يتحرك هيرجع لي النقطة دي، نقدر نغير الأرقام دي. طب خلينا أقول له دي، هاخدها كده كوبي بيست تاني أهو، تمام. وبس إيه، هغير الأرقام هنا، مثلا خليها ماينس 20 مثلا، تمام. وخلينا نشوف لما يبدأ الحركة بعمل إزاي. فانا كده خليت فيه حركة للشخصية اللي موجودة. طيب لو انا عايز يديله ثواني كده يعني ما يبدأش الشغل على طول، فممكن اقول له انتظر ثواني، تمام، واحد ثانية مثلا اهو، يبقى كده اللوب في ثانية كده هيقف كده او ما بيعملش حاجة خالص. وممكن نضيف له حركة، تمام، عايزين نقول له مثلا اتحرك مثلا حركة، مثلا اهيت، خلينا نوقف ونشغل. طيب بفرض ان هو وصل للحافة ديت، ممكن نضيف له بقى قاعدة اف مثلا، لو وصل للحافة اقلب، تمام. طيب خليني اطلع دول كده من اللوب، واطلع الويت دي من اللوب، وتشوف هتحصل ازاي. كل ما يوصل للاخر يقلب، كل ما يوصل للاخر يقلب، تمام. هنا يعني دخل في ان هو يغير الشكل بتاعه كده. فدي زي ما انت شفت، انت بتتحكم بكل الطرق الممكنه في الشخصيه اللي موجوده عندك. عايز تضيف شخصيه تانية، ممكن تيجي هنا وتختار بقى اي شخصيه تانية مع القطه، مثلا الدب دوت. فالدب ده ممكن نحركه كده، ممكن نبدا نكتب له نفس الاكواد، تمام، او اجي هنا مثلا وانسخ دول وراح عند الدب واقول له بيست، او ممكن تسحب زي ما عملنا اول مره. طيب بس هشيل بقى ايه؟ ان هو يتحرك لنفس الاماكن، لان كده ممكن يحصل مشاكل. طيب خلينا نبدا ايه؟ نتحرك. اللي انت شلته دوت مش هيشتغل، تمام، غير لو انت دوست عليه مرتين كده يبدا ان هو يشتغل. طب خلينا نلغيه اهو، وخلينا نبدا نقول له ايه؟ اتحرك. ايه اللي حصل؟ هو عنده شخصيتين فبيقلب منهم. طيب عشان نتحكم برضو في الموضوع دوت، ممكن نضيف ايه؟ ثانية، عشان نقدر نشوف الشخصية، تمام. ومش لازم ثانية، ممكن نقول له نص ثانية، كيوت، تمام. فبتقدر تضيف شخصيات كتيرة وتتحكم في الشخصيات.